بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نراجع ما أخذنا في الأصول الثلاثة وفي القواعد وفي الدروس المهمة، نحل الأسئلة. ويعني تأتون بها كامل الأوراق، يعني لا عذر، نحل كل شيء إن شاء الله. الآن تكتبوها في هذه الليلة وغدا نراها إن شاء الله مع صلاة الفجر. طيب، اختبار الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، أما الدروس المهمة غدا إن شاء الله لا إشكال بعد الإفطار. طيب، الآن نحل كل شيء إن شاء الله. بسم الله. يقول مؤلف الأصول الثلاثة، هل هو الشيخ محمد بن سليمان التميمي أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ما؟ ومحمد بن سليمان هو نفسه، هنا نسب إلى أبيه وهناك نسب إلى جده. في بعض النسخ يكتب فيها يعني الطابع يكتب فيها المؤلف محمد بن سليمان التميمي، لماذا؟ لأن ليس الغرض معرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الغرض نشر التوحيد. نعم. طيب، الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القلب، فتح الله عليك. نعم. يقول دعا المؤلف رحمه الله تعالى للطالب في الأصول الثلاثة في كم موضع؟ في موضعين أو في ثلاثة مواضع؟ في موضعين. في موضعين في القواعد الأربعة، وفي ثلاثة مواضع في الأصول الثلاثة. نعم. طيب، بماذا تميزت كتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ بالتركيز على توحيد الإلهية. يركز على توحيد الألوهية ودعوة التوحيد. دعوة إلى التوحيد، سهولة العبارة، يجمع اختصار، كثرة الشروحات عليها، عناية العلماء بها، سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة السؤال والجواب، لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، وأحيانا لا يذكر إلا الدليل من الكتاب والسنة، يرد على الشبهة التي أتى بها على الشرك في زماننا. إمام شهد له العلماء وغيرها. فتح الله عليك. نعم. يقول الأصول الثلاثة، يمكن أن نفارس أو نقسم الأصول الثلاثة إلى كم قسم؟ إلى المقدمة، إلى خمسة أقسام. المقدمة، الأصول الثلاثة. لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ لا، هذه الأسئلة اتركها. فهرست الأصول الثلاثة. نعم، فهرس. نعم، القسم الأول المسائل الأربع. المسائل الأربع. والقسم الثاني المسائل الثلاثة. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد، والرابع شرح الأصول الثلاثة، الخامس الخاتمة. اجلس. دراسة التوحيد فرض عين أو فرض كفاية أو مندوب؟ فرض عين، يعني على الأعيان، يجب على كل إنسان يتعلم التوحيد. نعم. نعم. الدليل على المسائل الأربع، على العلم والعمل والدعوة والصبر، أي سورة؟ سورة العصر. فتح الله عليك. نعم، سورة العصر. وعصر الإنسان في القصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من تعلم ولم يعمل، تعلم العلم ولم يعمل به، فيه شبه باليهود أو بالنصارى؟ تعلم ولم يعمل، اليهود، لأن عندهم علم ولا عمل. ومن كان يعمل بلا علم في شبه بالنصارى. فتح الله عنه. غير المغضوب عليهم، اليهود، والضالين النصارى. نعم. طيب، ينقسم الصبر إلى كم قسم؟ الصبر ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله.
فتح الله عليك. أوقف. لا لا خل. لا تكلم. الصدق من جاء. ما كلم شيخ الله. نظرت إليه؟ نعم. الحمد لله. اجلس. طيب. يا إخواننا هؤلاء يعني لا يعرف يعني يتكلم باللغة العربية. يعني فقط إشارة إلى الجواب أنا أكمل الباقي ما في إشكال. أنت الآن يعني نريد أن نتعاون حتى يعني تستطيع إن شاء الله بعد هذا أنك تشارك وتتكلم وتنطلق بإذن الله. طيب نعم. الإمام الشافعي رحمه الله قال لو ما أنزل الله حجة سواء هذه العبارة أو غيرها من العبارة. هل معنى هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى يريد لا ينزل شيء من القرآن إلا هذه السورة؟ لا. لا. ما معنى قول الإمام الشافعي؟ معناه أن لو البشر أي نعم أن الحجة قامت على الناس بهذه السورة فضلا عن غيرها من السورة. وأنه أكثر الناس يعرف هذه السورة ويحفظها بل ويحفظها بل حتى الكافر يريد الربح فقامت عليه الحجة بهذه السورة والقرآن كل حجج. فتح الله عليه. طيب من آمن بنوع من أنواع التوحيد ولم يؤمن بالبقية موحد؟ لا لا ليس موحد. ناقص التوحيد؟ نعم ناقص التوحيد. لا توحيد ليس كامل. لا ليس موحدا. ناقص التوحيد؟ لا ليس موحدا. ماذا نسمي؟ كافر كفر أكبر. نعم فتح الله عليك. كافر كفر لأن الكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بأي توحيد؟ توحيد الربوبية. وكانت الخصومة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم كانوا يعبدون الله عندهم يعني شيء من العبادة لله لكن كفرهم الله حتى تكون العبادة كلها لله. فكل من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث لهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا هذا في القاعدة الأولى من قاعدة أربع. نعم يا أخي فتح الله عليك. تكون البراءة من الشرك وأهله بماذا؟ بالقلب واللسان. بالقلب. بالقلب واللسان. واللسان. والجوارح. والجوارح. بالقلب. البوق. كلمه. نعم. بالبوق. شغلهم وعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم شركات البدع. باللسان. أني براء مما تعبدون. بالجوارح عدم مشاركتهم في عدم احتفالاتهم وتقوسهم الشركات البدع. أجلس. خلفك. الزوايا الزوايا. نعم. كيف تكون؟ ماذا قال؟ أين ذهبت؟ وصلت ولا بعد؟ قرب عندي. قرب ولا هنا. تعال وأنت تقدم يا أستاذ. تعال هنا. ما يصلح أن ننتقي منه. بسم الله. نعم. يقول وأن المساجد لله. ما معنى المساجد؟ أي مساجد؟ هذا مسجد. وأن المساجد لله يعني ما معنى هذا؟ هل يصح أن يعبد غير الله في المساجد؟ لا. إذن المساجد المبنية هذا قول. فتح الله عليك. نعم. القول الثاني في المساجد. القول الثاني في المساجد شيخ مكان ممكن يكون بنيان وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. لا يمكن أن المسجد في أي مكان على وجه الأرض إلا لله. أو أن المساجد من يعرف أعضاء السجود خلقها الله كيف تصرف هذه الأعضاء بالسجود لغير الله والله سبحانه وتعالى هو الخالق لها صح؟ إذن وأن المساجد المبنية وأن المساجد الأرض وأن المساجد أعضاء السجود. جاء إنسان
وأراد أن يدفن الإنسان في مسجد. تقول لا ما يجوز. ما الدليل؟ وأن المساجد لله. صحيح؟ أراد أن يسجد الصنم، تقول وأن المساجد لله، أعضاء السجود. صح؟ أراد أن يصلي في هذه الأرض، نقول ما الدليل؟ وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحد. فتح الله عليك. أحد هنا. أحد أنا كرامنا. تعم كل أحد. تعم كل أحد. نبي. ملأ. إذا لا عبد النبي صلى الله عليه وسلم المساجد ولا في غير المساجد. نبي أو ولي أو ملأ. أو شجر أو حجر. أو كل ما عبد من دونه. فتح الله عليك. يقول طريقة السلف. الاستدلال ثم بعد هذا الاعتقاد، أو الاعتقاد ثم بعد هذا يستدل. نعم، ما هي طريقة السلف؟ أولا الدليل ثم يسير السلف خلف الدليل، خلافا لأهل الباطل نسأل السلام عليهم، يعتقد أولا ثم يلوي عناق النصوص. نعم. أجلس. من؟ بسم الله. يقول المسائل الثلاث هي الأصول الثلاث، صح خطأ؟ لا خطأ. خطأ. أجلس. فتح الله عليك. من يذكر لي المسائل الثلاث؟ من يذكر لي المسائل الثلاث؟ المسألة الأولى توحيد الربوبية مع الأسماء، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك. فتح الله عليك. نعم. أقسام الدعاء. الدعاء انقسم إلى قسمين، دعاء الله يفتح عليك، دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، ودعاء مسألة انقسم إلى قسمين، فيما لا يخدع عليه إن الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد، طلب الرزق، الغيث، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. فتح الله عليك. نعم. طيب، بماذا يسمى دعاء العبادة؟ ذكرنا بالأمس أن دعاء العبادة نسميه دعاء بلسان ماذا؟ والثاني دعاء بلسان ماذا؟ دعاء العبادة دعاء بلسان الحال. يصلي، يصوم، يتصدق، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يطلب العلم، يقول لا إله إلا الله، يسبح مثلا، هذا دعاء بلسان حاله تقتضي أنه يريد الجنة. صحيح. والثاني دعاء بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني. نعم. فتح الله عليك. طيب، انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول صحيح، صحيح وأن يعتقد أن السبب سبب، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب إما شرعية كالرقي أو حسية كالدواء، وإذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته بأيدي جلب المنافع دفع المضار فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب والله سبحانه وتعالى ما يجعل السبب هذا شرك. فتح الله عليك. انتبه رأسك. يصح الاستغاثة بالمخلوق مطلقا؟ لا، بشروط أربعة. بشروط أربعة، إذا اختل شرط لا يجوز. لا يصح. وهذا اللي قلناه بالأمس، أن يتعلق بعض الناس بالمخلوقين، ماذا صنع لنا حكام العرب، ماذا كذا، ماذا كذا. يا أخي اعتمد على الله. هذا افتقار المخلوق، لأنه عند الشدة، كفار مكة عند الشدة التجأوا إلى الله. هذا عند الشدة يقول ماذا ضيعونا الحكام، وماذا صنع لنا، وأين، وماذا صنع لنا العلماء، وماذا صنع لنا كذا. أجلس. فتح الله عليك. معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، لا معبود إلا الله، صح خطأ؟ خطأ. لا رب بحق إلا الله، ما صحيح؟ لا معبود بحق إلا الله. وإذا قلنا لا معبود إلا الله ما الإشكال؟
الإشكال أن بهذا يعم أو نثبت بأن كل معبودات العالم. إذا لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من ماذا؟ بمعبود بحق. من نفي وإثبات كفر وإيمان. لكلمة الإخلاص ركنانهما نفي وإثبات فاحفظهما. لابد من النفي والإثبات. قال في شروط لا إله إلا الله ثمانية. مفهوم؟ أي الشرط الثامن مهم جدا، كفر بالطاغوت. طيب توقف في تكفير من كفر الله، قال أنا لا أكفر، أو تردد أو شك في تكفير من كفر الله، ها اجلس أنت يا أخي. نعم توقف يكون كافر. ما الدليل؟ من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال إيش؟ حرم حديث، يعني لا لم يكفر لم يحرم دم ولا ماء. مفهوم؟ والذي نفسي بيدي لا أسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. دين الحق يعني باطل. مجرد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت قبل. مفهوم؟ ما حكم التقريب بين الأديان؟ يعني يقول لابد أن نقرب بين السنة والشيعة، يعني الرافضة. نعم صحيح، لا صح أن نسميها شيعة، نسميهم رافضة تحيا الله عليهم، لكن يقول أن نريد أن نقرب تقريب بين هؤلاء وهؤلاء. لا تقريب، لا تقريب. إذا أرادوا التقريب بيننا وبينهم قل تعال ادخلوا في الدين بعدين يكون التقريب. فتح الله عليك. نعم بين اليهود والنصارى وأهل الإسلام لا تقريب. ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لا تقريب؟ نعم سورة الكافرون وجاءوا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم لا دليل أوضح من هذا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة أوضح، يعني سواء بيننا وبين ألا نعبد إلا الله نشرك بشيء. في آخر أقل فإن تولوا أي أبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وضد المسلم كافر. إذا لا تقريب بين النصرانيين والإسلام واليهودية والأصنام. إذا أراد التقريب ادخل في الإسلام. لكن في شيء يسمى حوار الأديان. حوار الأديان يعني نعرض الإسلام وبين ما في الإسلام وكذا، هذا لا إشكال فيه، لكن تقريب لا ممكن تقريب. نعم طيب نعم لو قال لك قائل ما الأدلة على وجود الله؟ ما هي الأدلة على وجود الله؟ على وجود الله إجمالاً الأدلة على وجود الله إجمالاً أربع. وهي أكل. الله أجلس فتح الله عليك. العقل، لم يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون، طلوع الشمس وغروبها، المجرات، البحار والأنهار والأشجار، تعاقب الليل والنهار، الفصول، إلا ولهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم عقل، كل عقل تجد يخالف الشريعة فهذا دليل على فساد العقل ولا شك، مجنونها. الثاني أدلة إجمالا على وجود الله الحس. ما معنى الحس؟ يعني تدعو تكون في كرب وشدة محسوس ملموس، تقول يا رب يا رب فرجة تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما بالسماء من سحاب، لم ينزل من على منبره
عليه الصلاة والسلام لحيته تقطر ماء، دليل حسي. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار يدعو الصخرة أمامهم تنفرد، دليل حسي. صحيح؟ الثالث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الرابع وهذا كثير، نعم، بل ما من آية في كتاب الله إلا فيها دليل على توحيد الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول هل للملائكة قلوب؟ ما الدليل؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربهم؟ طيب أجلس. أركان الإيمان خمسة، ستة، ثمانية. ستة. أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة. الله يفتح عليك، أجلس. للمشركين شيء من العبادة لله، نعم لا، صح خطأ؟ نعم، فتح الله عليك. طيب من عبد من عبد من دون الله هو راضي. من عبد من دون الله هو راضي، طاغوت أو ليس بطاغوت؟ جاء إليك إنسان وسجد لك، تقول له أحسنت بارك الله فيك؟ ماذا تقول له؟ تقول له جعلت لله ندا؟ كيف تصنع؟ هذا الشرك، صح؟ طيب عندنا إنسان راضي بهذا، قال أحسنت بارك الله فيك، هكذا يعظم العلماء، هذا إيش؟ هذا الطاغوت، صح؟ إذا من عبد من دون الله وهو راضي طاغوت، صح؟ طيب غير راضي مثلك أنت لا ترضى، طاغوت؟ لا، اجلس. إفراد الله سبحانه وتعالى تدبير الكون وإنزال المطر من أي أنواع التوحيد؟ ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات؟ ربوبية. فتح الله عليك، من أقر بهذا التوحيد؟ في هذه الأزمنة هناك من ينكر حتى هذا التوحيد، نعم، يقول أن الولي يخلق ويرزق ويدبر ويعلم الغيب. ألا له الخلق والأمر لله فقط. وش تصنع؟ هذا فيه أننا اليوم في زمن خطير جدا، لابد أن نتعلم التوحيد. أجلس. فتح الله عليك. مما ينافي أصل التوحيد، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ فتح الله عليك. أجلس. نعم. أوجب الواجبات، أوجب الواجبات بر الوالدين، أوجب الواجبات بر الوالدين، صح خطأ؟ صح خطأ بس. يعني أعلى واجب وأول واجب على العبيد وأوجب الواجبات على الناس بر الوالدين، صح أو خطأ؟ خطأ. ما هو أوجب واجب؟ واجب العبادة. الله يفتح عليك، العبادة وين التوحيد؟ الله يفتح، جعلك الله تموت على التوحيد يا رب. أجلس. أعظم المحرمات قتل النفس التي حرم الله. أعظم المحرمات. خطأ. أعظم المحرمات ما؟ الشرك.
الشرك. نعم اجلس انت حضاري. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم خاصة. أرسل إلى الإنس. فتح الله عليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا أحد يستطيع أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام. كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر، كان من كان يهودي أو نصراني أو غيره. اجلس. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل؟ إنك ميت وأنا ميت. ثم هو بشر الحق وما الحق البشر، صحيح؟ حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن ينزل إلى هذه الأرض ويموت بها، صحيح؟ أجلس فتح الله عليك. طيب خلصت. نعم. من كذب بالبعث كفر. كفر أكبر أو كفر أصغر أو ما؟ أكبر. لماذا؟ أنت ركن مكان الإيمان. أي ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان باليوم الآخر. فتح الله عليك. اجلس. نعم. عند العمود. دين الأنبياء واحد أو لكل نبي دين؟ ما الدليل؟ إن الدين عند الله الإسلام. وغير هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال دينهم واحد النبي عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليه. نعم. الهجرة باقية إلى قيام الساعة أو انقطعت بفتح مكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. الله يفتح عليك. هجرة من مكة للمدينة هذه انقطعت، وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لا يمكن تعود بلد كفر ولله الحمد. وهجرة من بلد الكفر بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة. وهجرة تهجر ما حرم الله. فتح الله عليك. يقول دين الإسلام ولله الحمد كمل إلا ما يكون من رؤية الصالحين. صح خطأ؟ صح. ولا في أحد يوافق؟ يقول دين الأنبياء، دين النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا الدليل. إلا ما يكون من رؤية الصالحين. أي تفصيل يا رجل؟ كمل من رأي الصالحين. هذا كلام صحيح. نعم. إذا كان هذا الرأي موافق للشريعة يستأنس به. أما أن الرؤية تشرع لنا، معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. قال اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل لا، ما يمكن. اجلس. طيب. نعم. لا لا خل. التوحيد شرعا. نعم. الله يفتح. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. لا لا خلفك آخر شيء. نعم. توحيد الربوبية هو تعريف توحيد الربوبية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالخلق. يا أخي الربوبية
خلق والملك التدبير، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العباد. فتح الله عليك أمام توحيد الأسماء والصفات، بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفي ما نفى عن نفسه، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اجلس أما أنت يا شيخ. نعم. الحنيفية ما هي؟ الملة المائلة عن الشرك المبنية عن إخلاص التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة مقبل الله مدبر عن الشرك. نادي نادي أول نداء في القرآن في أي سورة؟ في سورة البقرة. في سورة البقرة خاطب الله سبحانه وتعالى في هذا النداء المؤمنين والكافرين والمشركين. قسم الناس إلى ثلاثة، مؤمن وكافر ومنافق، وذكر أوصاف كل فريق وأطال في وصف المنافق لأنه يخفى أمره على كثير من الناس، هم العدو فاحذرهم. ثم جمع الجميع بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، أي من مؤمن وكافر ومنافق. إذن أول نداء نداء التوحيد، أول أمر في القرآن أمر في التوحيد أعبدوا، وأمر على وأول نهي عن الشرك. أين أيضا في نفس الصورة أين يا أيها الناس تقوا ربكم، أين النهي في البقرة؟ أعطيني الشاهد فقط. فلا تجعل الله أندادا، شبهان وضراهم مثلا تصرفون لهم ما يصرف إلا لله وأنتم تعلمون ماذا؟ أنه لا يجوز الشرك، أنه هو المنفرد بالربوبية لا بد أن يفرد بالألوهية. ما هو التوكل؟ التوكل هو التوحيد الله سبحانه وتعالى، صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ثلاث أشياء خليك وقت يبغى صدق من جاي شيء. اجلس هنا نعم. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. ثلاثة أشياء، صدق وثقة وأخذ بالأسباب المشروعة. اجلس فتح الله عليك. نعم. يسار اي شرط قبول العباده شرطان. نعم. الاخلاص والمتابعه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. ما الدليل؟ يشرح على دليل الله. هذا دليل دليل. نعم. وغيره فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربي احدا. هذا الاخلاص. نعم. صح. نعم. اجلس فتح الله عليك. أقسام النذر، ينقسم النذر إلى قسمين، نذر لله ونذر الله. افتح اجلس. طيب أقسام الذبح. نعم. ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، و ذبح لغير الله أي قسم؟ ذبح تعظيم عبادة وتعظيم، شرك أكبر. وذبح جائز، شاة اللحم والتجارة وكام وقت. أقسام الخوف، خوف محرم واجب ومحرم وجائز. الواجب صرف لغير الله، خوف عبادة وتعظيم وسر. الثاني جائز جبلي طبيعي لا يلام عن العقل، من النار من اللصوص مقطع الطريق من السباع. خوف محرم محرم
القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. أجلس فتح الله عليك. نعم. الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وعلى مراتب الدين الإيمان ثلاثة. الإسلام أعلم الإسلام إيمان وأعلم من الإيمان إحسان كل مرتبة لها مكان. اجلس. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم يا أخي. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالجوارح والأركان بالإضافة إلى أنه يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. خمس أشياء: قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص. عمل القلب والعمل بالقلب. القلب له عمل طبعا. ما الدليل؟ أن الثقة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ دليل على أنه القلب يعمل. القلب يعمل. نعم يعمل. يرى ما في قلوبكم في أن الله لا ينظر إلى سمعك ولا ينظر إلى قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا دليل عمل. صح. الله يفتح عليك. اجلس. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر يتضمن ماذا؟ ومن قال هذا؟ نعم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. خروج الروح قبض الملائكة وصعود بها السماء عدتهم بها الجسد تفتح وتغلق أبواب السماء يسمع قرع العالم سؤال الملكين البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة وحكم المؤمن لرب كل ما يكون بعد الموت من الإيمان بيوم الآخر. متى يغلق باب التوبة؟ إلى غرغرة الناس عند الغرغرة وطلوع الشمس بغربها. الله يفتح عليك. اجلس. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت هو تعريف من؟ تعريف من قيل ما تجاوز من عبد الحب المتبوع من معبود أحجار والشر متبوع علماء سوء مطاع مرة خارجين عن طاعة الله لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. رؤوسهم خمسة. خمسة إبليس. إبليس نعم. ومن عبد وهراء ومن دعا الناس ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير غير ما انزل الله واعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لا يسمع او فلان من الناس او الطاغوت بحكم الله احسن اذا اعتقد كفر كفر اكبر فتح الله عليك. من يعرف لي الخشيه؟ من يعرف ليه الخشية؟ نعم خوف. هي خوف لكن خوف بعلم. تطلب العلم لماذا حتى تصل الخشية؟ إنما أخشى الله من عباد العلماء. طيب أي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه كمال سلطان. نعم اجلس. لماذا ندرس التوحيد؟ أول سؤال. خلقنا لأجل لا يدخل الجنة إلا موحد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أعمال إلا به. حلاوة الإيمان، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكفير السيئات، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اتباع من بعدهم، حياة القلوب. نعم طيب. حتى لا نقع في الشرك. لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ من يعرف؟ نعم نعم نعم. لأن هذا أسئلة أسئلة قبل
نصيحة العلماء، رسالة مختصرة واضحة، أدلة من كتاب والسنة، كثرة الشروحات عليها وعناية العلماء بها، صحيح؟ نعم، فتح الله عليك. ما مقتضى شهادة أن محمد عبده ورسوله؟ مقتضى الشهادة ثاني، مقتضى شهادة أن محمد عبده ورسوله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا عبد الله بما شرع. عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكلم، مقتضى الشهادة طاعته فيما أمر، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. فالذي يعصي نعم لا بد ان يطيع، لان يشهد ان محمد عبد الرسول، طاعته فيما تصدقه فيما اخبر، كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تصدق. انكم تفتنون في قبوركم، تقول صدقت وامنت، واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجعله في جانب وانت في جانب اخر، وألا يعبد الله إلا بما شرع هذه ركعة مبتدعة، أنه لا يمكن نأتي بعبادة إلا موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك. في حديث جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتعلم المتأدب، جلس جلسة طالب العلم، سأل سؤال انتفعت منه الأمة، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطعه، ظهر على جبريل أثر العلم بحسب السؤال في الجلسة وفي اللباس، صحيح؟ نعم. وقلنا الحقوق ستة، طالب العلم لا بد أن يؤدي حقوق ستة، من يعرفها؟ نعم. الحق على نفسي، مع نفسي وربي، ومع العلم، مع العلم ومع شيخه ومع المكان ومع زميله ومع كتابه، ست حقوق لا بد أن يؤديها. فتح الله عليك. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي أو رسول؟ نعم نبي ورسول. فتح الله عليه. نعم. نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. طيب إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ إلى ماذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. بلده وهاجر إلى المدينة ومات بمكة بالمدينة. فتح الله عليه. نعم. طيب حكم لعن الشيطان، قلنا لا يلعن، لأنه إذا لعن يتعاظم. وماذا نصنع؟ نستعيذ بالله منه. أقسام الجهاد أو أنواع الجهاد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ذكرناها أنها أربع. جهاد ماذا؟ نعم يا أخي. جهاد النفس يكون جهاد العلم والعمل، بالعلم والعمل والدعوة والصبر، سورة العصر. والثاني جهاد الشيطان، الشيطان بترك الشبهات والشهوات. الشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر، والشهوات شهوات صغائر وكبائر، كن أسد. نعم. الثالث جهاد الكفار والمنافقين، يكون بالقلب واللسان والجوارح والماء. بعد هذا جهاد المبتدعين، جهاد المحرمات والبدع والمنكرات بالقلب واللسان واليد. اليد قلنا للسلطان، واللسان للعلماء وطلاب العلم، والقلب هذا لا يزل عنه واحد. فتح الله عليك.
كم بقى العذاب؟ عشر. اوكي. اذا الى بعد صلاه العشاء الله اعلم وصلى الله. يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمن اي سخط منها خلقا رضي منها اخر. ابن سعد رحمه الله يقول لا يفرق الرعية الحاكم اي سخط من الخلق رضوا من اخر، يعني الاداره او اذا يعني سخط منهم شيء ترحم من اخر. تريد صديقا لعب فيه، هل نار تفوح بلا دخان؟ وكلها ايام ان شاء الله ترتاح مني الحمد لله، يعني ما مشكله. فاصبر اخوان، يعني ما عندنا اشكال. فياتينا واحد يقول الاقامه بعد 5 دقائق، والثاني يقول لا 10 دقائق، وهذا يقول لماذا اختبرنا اليوم؟ وما اكملنا وما صنعنا والاوراق. الرب سخط منها خلقا رضي من اخر، الا المعاصي هذا لا تقبلها ابدا، صحيح؟ لكن تقديم وتاخير التنظيم وكذا ما يمكن. لا يعني مش في اشياء تمشي، صحيح؟ اي نعم، وفي اشياء ما يمكن تمشي. فالاشياء اللي تمشي مشيها، ولا ما تمشي يعني لا اشكال. 5 دقائق تاخرنا تقدمنا كذا، لا اشكال في بعض المسائل، لكن في بعض المسائل فيها اشكال. فلا بد يا اخوان احيانا تكون الدعوه بالفعل اعلى من الدعوه بالقول. وتتعب الان المجتمع حولكم ينظر اليكم ويريد منكم اي شيء، حتى يقول هؤلاء طلاب العلم صنعوا جاب المكتب. وانت تعرف ان الاسلام انتشر في بعض الدول بسبب تجار ما صنعوا شيء. قصه في القريب وقعت في احدى الدول الاوروبيه. ركب يهودي الى الحافله، سارق الحافله مسلم، اعطاه الاصل انه يعطيه الاجره، افترض ان الاجره يورو، هو اعطاه 2 يورو هذا اليهودي. فهذا السائق المسلم اخذ يتردد يقول ارجع له اليوم او لا ارجع، ويعني هي قليل هل اخذها؟ يعني اذا اريد اسرق يوم قليل. فاخذ يتردد طيله ما هذا اليهودي راكب في الباص. ثم عندما اراد اليهودي النزول قال والله يعني في المثل يقول اذا سرقت تسرق جمل تسرق يوم. فقال تعال خذ اليوم. هذا زائد. قال اليهودي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال له هذا السائل، قال ما الذي حدث؟ لماذا اسلمت الان؟ يعني لماذا اسلمت؟ قال انا دفعت لك الاجره زائده عمدا، اريد اتاكد من امر وهو الامانه عند اهل الاسلام والحمد لله. فهذا في نفسي يقول بس قال والله لو تعرف ما في نفسي. والله اخوان يعني الناس ينظروا اليكم وكذا، انتم قدوه للاخرين. فنحاول يعني قدر المستطاع هذه الايام يعني نتفق ونكون يد واحده في طاعه الله. طالما الطاعه في المعروف الحمد لله، اما غير هذا لا. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.